السلام عليكم. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. قناة اليوم اللي غادي نتكلموا على أمر كنا نتكلموا عليه، وين تاع لي ماناجر هذو، وين شنا كيفاش آشيو بوحنيكا وبالشيخ هضروا عليه. وكنا نقول لكم يا ودي دي ماناجر، هدرنا على مصطفى مازا من 2017 وانا نهضر عليه. نهار اللي وخروهم، من نهار اللي جات هذه الاتحاديه هذه والهادي ودع لي، ومن بعد جا هذا برناوي، خاطش ما نحسبش محمد حطاب هذاك الوزير اللي فات، ما نحسبهاش والله ما نحسبه. هذاك جا حطوه في وسط كيما نقولوا حنايا في وسط التماسيح، ايا ومن بعد عاودوا وخروه صحيح على مكان. على هذيك نقولوا يا ودي كيما مصطفى مازا كنا نتكلموا عليه، كنا نقولوا يا ودي مصطفى مازا معتمد لدى الفيفا، ما يخدمش مخدمين مخدمين واحد قهوجي، واحد من واحد يخدموا في تو ينشروا الفساد، خاطش ما ينجموش يخدموا مع مصطفى مازا. مصطفى مازا انا ما نعرفوش، اول راني نهضر عليه والله ما كما يقول لك ما نعرفهاش انا، يعني نتكلموا عليه على بالنا، تما على بالنا نحوسوا نصيبوا تصيبوا هذا ماناجر اونسيا جوار. شكون ما يعرفش مصطفى مازا ود مولوديه ود الرويسي ود المولوديه، باش يكون على بالكم اونسيا جوار، وين كان ثاني لاعب مور الشريف الوزاني اللي اتصلت به الوداد، راح دار بريباراسيون معاهم وصراو مشاكل المولوديه ما بغاوش يعطوه الوثائق تاعو. شكون اتصلوا به ديريكت مباشره في 90 91 اتصلوا به، راح دار بريباراسيون مع الوداد، الوداد البيضاوي، وكان عنده اتصالات مع الرجاء. اي روحوا شوفوا تسيبوها، ماشي انا يهضر فيها، هذا تاريخ، اللي عنده تاريخ ما عطيكش تبحيه له، هذا تاريخ. مصطفى مازا معروف، مصطفى مازا خريج مدرسة الرويسو، ولعب في المولودية اونسيا جوار تاع مولودية الجزائر، وكان عنده اتصال وراح دار معاهم بريباراسيون منا، وصراو مشاكل. المولودية ما بغاش تلقاه في ذاك الوقت، المولودية ما بغاش تلقاه، وين راح دار بريباراسيون مع الوداد وكلش، والمولوديه ما بغاش تلقى، صراو شويه وثائق وكلش ما بغاوش يطلقوه. وثانيا كان عنده مع الرجاء، ثاني كان عنده مع الرجاء مولوديه، الله غالب مولوديه ما بغاوش يطلقوه، ما بغى هذاك اصلا ما حقيقه ما بغاوش يطلقوه باش نتكلموا عليها. على هذيك نقولوا بدي اليوم وين شلنا كيفاش بوحديك تبدع عليه، شلنا اشيو تبدع عليه، نشوف كيفاش لازم نردوا ناس لي قاريين. كان يروح يخلص من جيبو يروح يقرا في لا سويس، كان يروح يقرا ديبلومات لي ديبلوم اللي عنده تاع لي ماناجير، يوم ماشي تاع حنا ماشي مسنيين في الشيشه، سنيلا في الشيشه والدمره، ودير دير قدور ود احمد وتحت دير احمد ود قدور، قلبي الاسماوات يلا ماشي كيف كيف اصاحبي. اسمعوا تشوف كيفاش يا ودي، واش كنا نقولوا لكم الحمد لله ربي راهم وحدهم يهضروا، واش كنا نقولوا لكم 2014 15 16 18 19 يا ودي، كنا نقولوا لكم راهم يهضروا وحدهم، راهم يبيعوا على بعضهم بعض. هذه هي، اسمع معنا اسمع. سمعوا شو معنا، عندنا ريبورت برك هذا المكان. اقراهم شوف مليح الاخر وامضي، غير المستحيل يكون هذا الكونترا سي بيرسونيل، ومن بعد غدوه تجي تقول ما نعرفش. انا خاطر الموضوع واحد اخر تاع المناجرة، بعيدا عن سعداوي وقضيه الهواني، في 2015 كانوا مناجرة يعني واحد لا ما زكيوش عباد، ولكن كان واحد مثلا كيما مصطفى مازا اللي كان اجون فيفا، كان عنده هو نحاوهم وجابونا دي زاجون يعني بعد. والله مشاني زعما كنشكروا في روحنا، هدرت على هذا مصطفى مازا 2017 نهار اللي ولاو يقلعوا فيهم، هدرت قلت كيفاش تقلع انت يا واحد وتجيب قهواجي، كنا نهضروا على الشيشه، الناس كانت تكذب فينا في ذاك الوقت، والحمد لله انكشف كلش انكشف. كيفاش انت تقلع واحد قاري على المناجيرة، قاري مخلص بدراهم وراه كان يخلص الفواياج تاعو يروح يقرا ويروح، من بعد جيت تقلعه ستيل هذه تما، انشر الفساد. لازم القاري مكاش ضد العلم، كانوا ضد العلم
ويدعموا في الجهلاء. وشنها كيفاش شنها شنها من الماجر وشنها كيفاش الناس ولا تاعي الكلمه المشهوره تاع بالشيخ وماجر نهار اللي قال لهم زيدان ما قراش والو لو زقوا اسمعوا شو معنا اكرههم شوف مليح الاخر وامضي مغير المستحيل يكون هذا الكونتراسي بيرسونال ومن بعد غدوه تجي تقول ما نعرفش ايه انا دخلت على المناجره بعيدا عن سعداوي وقضيه مرواني في 2015 كانوا مناجره يعني واحد لا ما زكيوش عباد ولكن كان واحد مثلا كيما مصطفى مازا اللي كان اجون فيفا كان عنده هو نحاوهم وجابوا لنا دي زاجون يعني مع كامل احتراماتي واحد عنده بيسري واحد عنده قهوه واحد عنده يعني كيفاش تنحي انت دي جو مصطفى مازا على الاقل عنده لي ديبلوم قرا ومن بعد دار ماناجمنت دار لاعب سابق وانا والله ما عندي والله ما نتكلم معاه في التليفون ما عندي حتى علاقه معاه الحقيقه لان جيب لي دي زاجون اللي ما عندهم حتى علاقه ويولوا الان يولوا هما يمثلوا اللاعبين علي بن شيخ ولا واش يديروا انا هذه حبيت تجاوبني عليها ولاو يديروا اللوبي يجيب لي هذه هدرتها دي ماناجير صحفيين وكل شيء راهم ضروك يحطوا ربعة عجوالة يحط ربعة أونترينير كيما بو حنيكة مي دارها العام اللي فات مع العلمة حط ربعة وحط عجالي في قلت لك مع العلمة مع عين مليلة شتا يديروا مع التالية هذو لي ماناجير اللي راهم تاع ضروك شتا يديروا مع التالية شتا يديروا يحط ربعة خمسة ستة يحط مي يبغي يبيعوا لي ماتش يبغي يبيعوا الماتش عباك شا يديروا يروحوا عندك الماناجر عنده 14 جوارة وعنده اونترينر هو ينيغوسي في بلاصتهم والو ستك 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 هو ينيغوسي سمعوا شو سمعوا هذه هدرناها ماشي اليوم سبحان الله هو في ستة يحطون فيها كلاب ويولي هو يجري يبيع لي ماتش يشري لي ماتش هو يجيب لونترينر هو ولاو يديروها ولاو يمبوزي هذه هدرناها في وقت ما تقطعليش من فضلك يا سير تفضل ها يا سيدي يعني ترى انا انه من المناجر اللي يجيب سبعه ولا يجيب 30,000 جوار يقول لك هاك انا انه من المناجر مناجر يشرح لي فيها انا يجيب حتى 27,000 جاع لعب انا انه شكون اللي يقبل يمشي تحت المناجر وعلاش يقبل وعلاش يمشي تحت يدو انا روح لي للصح يا رضوان انا نستير ما تضليش عليه انا ولا حبيتو نسقمو البلاد في الرياضه روحوا للصح الصح غير مازال ما هدرتش انت وانت تيرو قص هنا الصح غير مازال ما هدرتوش شي بصح عندي ما تقبل وما ندخلوش في واحد التفاصيل كان واحد الماتيرا الشرع ربي العداله القانون والله العظيم مش الشرع انت تعرف انت قبلت وما هدرتوش الصح كاع الصح ما هدروش خطر بغاو يهدروا عيط لهم سعداوي قال لهم كنتوا تجوا عندي تدوا الدراهم تاع الجمعيات وكيسموه مدور عباك قاسلهم قال لهم حتى محللين كانوا يجوا القهوه تاع الشيشه وكاين بيان كاين في كان عندنا لهنا درناه في ذاك الوقت كيسموه راسل له ميساج قال له انت قلت لي اشروا لي لوطو ودخلوا لي فلان يخدم السعداوي كتب الاخر قال له راه عندي كلش قال له انت كنت تقول لي بلي اشروا لي لوطو ودخلوا لي فلان يخدم راهم يهضروا يهربوا من والصح كاع ما كاش هو يقول لك لازم نهضروا الصح كاع ما يجيبوش الصح كو جابوه كو هدرتوا الصح في 2017 و 2000 ماشي في 2017 و 2018 و 2000 ما كنتوش تهضروا الصح ما عمركم لا هدرتوا الصح راكم مكشوفين دروك تحيه الجزائر ما تنساوش بارطاجونا لي فيديو عطونا الماكسيموم تاع البارطاج خاصه في لي جروب صحيتو مليح زومين الاول هذا زاتشي تاع لافاف زاتشي تاع لافاف اللي تعطي له اللجنه الولائيه تاع الاستثمار اللي راسها يعني باش هكذا ولكني نبينوا له الحقائق اللي يعني لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا بيتير زاتشي يدي 1000 قطار لي بليسور لي بلين اللي دارهم هنا بيتير زاتشي يدي ألف قطار يدي ألف قطار في الرشايقة في المنطقة اللي تتسمى الرشا وام الزبوج الرشايقة هذه يعني راها الأولى وطنيا في إنتاج البصل
والأولى وطنيا في إنتاج الثوم، وعندها مكانة مرموقة في إنتاج البطاطا وخيرات ربي، هاهم وين يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي، فيه هنا يجوا الدولار ويبيعوها 1000 هكتار لزاتشي.